مصحى مع حلب يا شباب. علادية علادية. علادية يا شباب. علادية ماشي تفضل. حلب بشر يا شباب. تفضل تفضل علادية. علادية علادية. السلامية علادية ماشي توقف. السلامية السلامية. السلامية تفضل. السلامية السلامية تفضل. السلامية السلامية. علادية ماشي. السلامية. على حلب 100 ليرة يا شباب. على حلب 100 ليرة يا شباب. قرب لعندي يا شباب 100 ليرة على حلب. على حلب يا شباب 150 ليرة على حلب يا شباب. على حلب 150 يا شباب. على حلب على حلب 150 ماشي يا شباب. طيب راح استاذ على حلب. هي على حلب. لك شرف معي عنا رحلة طالعة دغري هلا. أنو شركة؟ أبو حمدي تورز. باص مكيف ومقاعد بتقلب لورا. نحن طالعين على حلب استاذ. ناكل باص عند التفتيش شركة أبو عامر تورز أحدث الباصات. تفضل تفضل تفضل. طول بالك تاكل بنت ايدك فيك استاذ. رح يمشي الباص. يمشي شو اعمل له؟ رح اخذ لك شناتي على الباص استاذ. لك تعال هون هات الشناتي بايدك. هات. اسمع مني استاذ. باصنا سريع كثير وفي فيديو تلفزيون بقلبه. ها استاذ استاذ. ونحن عم نحط احدث الافلام. على فكره اليوم حاطين التايتانيك وحب فوق هضبه الهرم. ونحن حاطين مرايا وعيله خمس نجوم استاذ استاذ. نحن عنا مي بارده كل الطريق. نحن بنقدم سكاكر ونوقة وكعكة بعجوة. ولك العمى ما قرصكم تريك. صرعتوني والله صرعتوني تريك. استاذ اسمع مني الباص رح يمشي. ها استاذ باصنا مشي. تريك البنت تايبة بتاعتك. طول بالك يا استاذ. خلص مع الله يوفقك. طول بالك. هاي شناتي من ايدك. عمى تايبة هاي شناتي. وهي بنتك وانا بشوف تصرفي مع البني ادم. امشي منتهى امشي امشي بقى بتاعتك. لك كم مرة قلت لك انا لا تسرع زبايني مني انا. هلا ابو انا حجزت الابلاغ. تنزل ايدك. انا سبقتك على التاكسي وحجزته الابلاغ. هلا لا تاكل هوا ابلاغ. استر ايدك. العمى العمى. ايه وبعدين؟ لك يا اخي خبرني بالمختصر. اخذوهم على المخفر؟ طيب طيب ولا يهمك، انا رح اتصرف. ماشي الحال. الله معك مع السلامه. خير ابو حمدي شو القصه؟ والله يبدو انه ابو عامر وجماعته ما رح يزوقوا على دمهم. وناويين يبلشوا بالغلط. ليش شو عاملين؟ متعاركين مع واحد من الشباب يلي عنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين أبو حمدي؟ والله ما بعرف. بس بدك الصراحة يا أمين هي مو طريقة أبدا. يعني إذا بدنا نضل هيك عم نتخاطف زبون مخاطفة وكل يوم بدنا نعمل مشكلة مع شركة شكل، فهالشي رح يكركبنا، رح يخلينا نرجع لورا. معك حق. والمفروض نبتكر طريقة جديدة لجذب الركاب. ولك أنو ركاب هدول؟ لك مالك شايف الحالة؟ ولك يا أمين في أيام عم يطلع الباص على حلب أو على لادقية بأربع خمس ركاب. بقى وين صارت هي؟ هو كمان الشركات كترت وصارت مثل الهم على القلب. يعني إذا كل ساعة بيطلع عشر باصات على حلب بقى منين بدهم يتعبوا هدول؟ طيب أنا إجتني فكرة. الشركات التانية شو عم تقدم للركاب؟ عم بيقدموا السكاكر والشركات عم تقدم نوغا وشي من هاد مو أكتر. عظيم. طيب شو رأيك نصير نقدم نحن شاي للركاب؟ يعني كل الشغلة على بعضها ما بتكلفنا أربع خمس ورقات، بس بهالطريقة منضمن اسم منيح للشركة. والله يا معلم فكرة كتير معقولة. وبينه وبينك كاسة الشاي على طريق السفر بتسوى تقلى ذهب. هاها بقى الله يرضى عليك يا أمين. روح هلأ دق لي قرار بتوزيع الشاي على الركاب وجيب لي حتى وقع لك يا. حاضر معلم. شاي؟ عم بيقدم شاي للركاب؟ العمى منين طلعنا بهالنف يا اخي العمى؟ هالفكرة اذا قدم شيء للركاب العالم رح تترك باصات الدنيا كلها وترقد على باصاته. شو الناس مش هي كاسة الشاي؟ العمى شو هالتفكير الناقص؟ بس تعرف لخليل فعلا كاسة الشاي وفنجان قهوة بالسفر بتسوى تقلى ذهب. معناتها خلينا نقدم قهوة للركاب وبلا هالكيلو البن كل سفرة. شو هالشغلة يعني؟ وانت قلت لخليل. وغير هيك القهوة أكابرية أكتر من الشاي. روح دق لي قرار توزيع القهوة على كل الركاب وجيب لي على وقعه بسرعة لشوف. حاضر معلي. شلون وضعك حبيبي؟ سادة حبيبي. يا على راسي. الشاب هون عيني؟ وصلت سمح. بس يا على راسي. شلون وضعك حبيبي؟ حلوة إذا بتريد. إيه الله. شلون وضعك حبيبي؟ سادة. سادة على راسي. هون الشباب شو بتمرونا؟ وصلت بلا هيل. وسط بلا هيل. شوف كمان الشيء الله يخلي لي اياك. تسلم. شلون وقتك عيني؟ وسط الشب خلي لي اياك ساده بس يا ريت تغليها شوي. ايه على راسي. يخرب بيته ولا ابو حمدي كل يوم والتاني بيهز لي بدني شكل. ليش بقى؟ خير ان شاء الله. هيك بغار مني بطقطقي كل ما ساوي شغله بيعلدني فيها. شو عمل اخر شيء؟
لأنه لما صرنا نقدم قهوة للركاب عمل متلنا، صار يقدم قهوة للركاب. مو بس هيك، طلع معه الكرم فجأة وصار يقدم قطعة باتيفور مع كل فنجان قهوة. أي استفل، وليش أنت محرور كل هالقد؟ يعني معقولة زباينك يركضوا ورا باصات أبو حمدي مشان قطعة باتيفور؟ زبايني؟ يعني زبايني دول؟ خليها لله أحسن. لك عم نسحب الزبون من الطريق مثل ما بيسحبوا الشعرة من العجين، والباصات مكومة تكوين بالكراجات. لا، وهلي معه مصاري عم يركض ركض ويفتح شركات نقل. اسمع أبو عامر، أنا عندي طريقة إذا بتطبقها تمسح ومسح لأبو حمدي، مو بس أبو حمدي، بتمسح كل الشركات اللي عم تتنافس أنت وياها. إيدي بزنارك، سعفيني فيها. ليش ما بتفكر بطريقة حضارية أكتر وبتساوي مثل شركات الطيران؟ ما فهمت شلون يعني؟ أنا بقترح عليك مضيفات بدل المضيفين، وساعتها شوف يا أبو عامر كيف الناس رح تركض ركض على باصاتك. هيك قلتي؟ ليش لا؟ والله فكرة. لك شلون ما خطت بالي من أول؟ بس تعي لقلك، منين بتجيب مضيفات؟ منين يعني؟ جيب هالموظفات اللي على قطع التذاكر عندك وحطهم مضيفات، والمضيفين اللي كانوا بالباصات شغلهم بقطع التذاكر. والله معقول كتير، بس المشكلة إن الموظفات اللي عندي ما كتير حلوات، يعني ما في على وشهم ضو، فايتين بالحيط. لك يا سيدي، مين عم بيميز بهالأيام؟ المهم بنات وشو ما كانوا يكونوا. قلتك شعبنا بحب البصبصة وطق الحنك. وين خليل؟ قوم دق لي قرار تعيين المضيفات وجيب لي لوقعه بسرعة. أمرك أخ يا معلم. أخ شو مشتي يشوف شكله لأبو حمدي لما رح يدرأ أنه عيننا مضيفات بالباصات تبعنا. علي الحلال علي الحلال، ليه تركها وتنقلب صحنته فوقاني تحتاني. هو من غير شي صحنته مقلوبة ووشه ما عم يتفسر. تركود بسرعة. هوا معلم. أخبار الشغل أبو عامر تمام؟ تمام. وبس إيمالك علي يمين أن من وقت ما عيننا مضيفات بهالباصات كفتت علينا الركاب كفت، وفيك تقولي يعني تقريبا زاد إيراد الشركة 50%. منشان تعرف قديش أفكاري مفيدة وعملية. تسلمي لي أنت وأفكارك. وما قلت لي شو أخبار شركة أبو حمدي؟ المسكين عم بيضرب أخماس بأسداس ومو طالع معه شي، والشغل دائر وأحوال الشركة كل ما للورا. طيب بركي قلدك هالمرة وحط مضيفات بباصاته. ولا يهمك، أنا عامل حسابي لهالشي، يعني بين يوم وليلة متوقع ياخد هذا القرار. يعني ساعتها شو ممكن تساوي؟ ساعتها بسرح كل الموظفات اللي عندي وبجيب بدالهم موظفات ملكات جمال وبشغلهم عندي مضيفات. لا والله يا حبيبي ما حذرت. ليش بقى خير؟ أنا وافقت لك تحط مضيفات لأنه موظفاتك استوكات وشكلهم غلط، اما انك تجيب لي كل وحده احلى من الثانيه فهي بعيده عن اسنانك. اوف 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 اوف، ليش عم تحكي معي هيك؟ لا تنسي انه هذا شغلي يا ام عامر. بلا شغلك بلا بطيخ مبسمر. انتوا رجال مالكم امان. بكره بتترك لي شغلك بالمكتب وبتلزق لي بالباصات ورايح جاي على حلب ولادقيه. بحجه شو؟ بحجه انك عم تشرف على الشغل. هلا انا هيك واكثر. خلاصه الكلام لحد هون وبس، ولا بقى تفتح لي سيره المضيفات منوب. هي عم فاهمك من هلا. بعدين معلم، معقول نشوف ابو عامر عبيلها في الركاب ونقعد نتفرج عليه؟ خليها لله يا امين، قسما بالله هالشغله رح تجيب لي الجلطه. طيب انت شفت حسابات الاسبوع الماضي؟ شفتها. شي بيقمط القلب. لك في رحلات ما عم ترسم المعنى يا امين. بتعرف انه الاسبوع الماضي طلعت على حلب 5 رحلات براكبين او 3؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وبعدين ابو حمدي؟
والله ما بعرف، بدي افكر بالموضوع. ايه بس لازم تفكر بسرعه، لانه البساط عم ينسحب من تحت رجلينا ونحن مو دريانين. هلا لا تزيد على قلبي، شو طالع بايدي اعمل يعني؟ ولو معلم بيطلع بايدك كثير. هات لشوف. مثل شو؟ ليش ما بنعمل مثله معلم؟ كمان نحن مو قصيرين حرب نجيب مضيفات على باصاتنا. لا مو بس هيك، نحن بامكاننا نجيب نمر احلى من اللي عنده. يا قسما عظما ما في عنده مضيفه بتقول للقلب طوق. انت بس اعطيني الضوء الاخضر وشوف الشقف اللي رح اجيب لك اياها. شو معلم؟ اعطيتني الضوء الاخضر؟ لا لا استنى شوي. لا اعطيتك لا ضوء اخضر ولا ضوء برتقاني. ليش معلم؟ لك شو ليش؟ هيك موضوع بده دراسة وتأني وصبر وروية. يعني مفكر الشغلة سهلة انت التاني؟ هيك قرار لازم يندرس منيح ويتخمر مزبوط ونمهد له شوي ورا شوي. اوف، وليش التمهيد معلم؟ مشان ناخذ الموافقة. بس على حد علمي هيك موضوع ما بده موافقة. هي ابو عامر جاب مضيفات وما حدا قال له شيء. لك يفضح ريشك شو بغو، مو قصدي الموافقات الرسمية. لك الموافقات شو معلم؟ لك خلص امين خلص يفضح ريشك شو بتنق. قلت لك اترك لي الموضوع كم يوم لادرسه منيح وجيب الموافقة. ليش بصلتك محروقة انت؟ ماشي معلم مثل ما بدك. شو هاد؟ مضيفات؟ هذا اللي كان ناقصنا والله. ليش شو فيها يا ام حمدي؟ شلون شو فيها؟ لك شو انت بدك تفضحنا؟ بدك تساوينا علكة بلسانات الناس؟ شي حلو يا ام حمدي. الدنيا تطورت وصار الموضوع عادي كتير. يعني البنات عم يبيعوا بالمحلات، عم يقدموا قهوة وشاي بالمطاعم الراقية، دخلوا بكل المهن مثل السوس، وبصراحة بيلبقلهم. ونحن لازم نماشي عصرنا ولا بيقولوا عنا متخلفين. ها اي قولوا لا يشبعوا، هيك شغلة لا تحلم فيها منوب. ايه بس ما بصير هيك يا ام حمدي، كمان نحن بدنا نشتغل ونسترزق. تسترزق من ورا المضيفات؟ ولك اخ يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم. سعري بسعر ابو عامر يا ستي، ومو بس ابو عامر، بكره بتلاقي كل شركات البولمان حاطين مضيفات. اي اصطفلوا، نحن علينا من حالنا وكل عنزه معلقه من كرعوبه. هلا انا لحد هلا ما عرفت شو سبب رفضك للموضوع، مع انه الشغله حضاريه كتير. لسه مو عارفان شو السبب؟ شو نسيت حالك شو عملت من سنتين؟ هلا لسه بدنا نعيد ونفتق بالقصه؟ اوف هدي كانت نزوه. بلش شو؟ وشو بيضمن لي انه ما تجيك نزوه ثانيه؟ لا ولا يهمك، ما راح تجيني. روح انا يا روح، انتوا رجال مالكم امان منوب. والخلاصه هلا خليني ارسي على بر يا ام حمدي. الخلاصه اذا بتوظف عندك بنت وحده بالشركه انا بترك البيت وبمشي، فهمت ولا لا؟ فهمت يا روحي فهمت. ايوه هيك احسن. شو معلم؟ طمني فكرت بالموضوع؟ يا سيدي فكرت ولقيت الحل. يعني رح ننزل المضيفات برحلاتنا؟ لا لا لقيت حل احسن منه بكتير. شو هو؟ رح تعرفه بوقته. امسك هلا هالورقه ومزير على السوق اشتري لي هالغراض. بدك تحرك بسرعه روح. حاضر معلم حاضر. سيداتي وسادتي، والآن نقدم لكم مطرب الباصات والبولمانات والمكاري أديب المدلل، فرحبوا به. الله محيي المدلل، كف تحية للمدلل يا شباب. الله محييك يا أستاذ. يسعد رب الشباب عبوها واو، يسعد رب الشباب عبوها واو، مثل السمك بالمي اركض وراهم، مثل السمك بالمي اركض وراهم. هي هي هي. يسعد رب البنات عبوها واو، يسعد رب البنات عبوها واو، مثل النعنع بالشاي يوم ما مسكاهم، مثل النعنع بالشاي.
شو شفت لي هالتجربة بقى؟ نجحت ولا ما نجحت؟ يا عيني عليك يا معلم على هالفكرة، نجحت وبس، كسرت الدنيا والناس عم توقيت سفرة على البولمان اللي في مطرب. معناها دقولي قرار تعيين مطرب وعازف بكل باص من باصاتنا، وبهالطريقة هي لا منكون ضاربنا على حدا ولا قلدنا حدا. يلي بده يبصبص بيطلع بباصات أبو عامر، ويلي بده يسلطن وينطرب ويسمع مواويل وعتابة لايف طول الطريق بيطلع بباصاتنا، وهيك منكون قسمنا السوق بيننا وبينه اسمة عدل. مزبوط ولا لا؟ مزبوط معلم، بس منين نلحق مطربين لكل الباصات اللي عنا؟ فعلا انه تفكيرك محدود ومخك ضيق يا امين. ليش معلم؟ يعني فكرك من كل عقلك رح نجيب مطربين وندفع له مصاري؟ لكن منين رح تجيب معلم؟ الشبيحة يلي عنا، يلي كانوا يتخاطفوا الركاب، يلي كنا نوزعهم برات الكراج حتى ينادوا على حمص وحما وحلب ولادية. قسما بالله كل واحد منهم عليه جاعور وباجوق فشلوا مطربين الإزاعة قدامهم. أمان 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 يا يابا. نسب غيابك الله يا اني بحبك ودار الناس بغيابك يا اوف 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 يا يابا الله الله حسن وبعت لي جواب.